السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذه الليلة. أجواءنا اليوم كانت أجواء شديدة الحرارة، سجلت على درجة حرارة مئوية اليوم 47 درجة مئوية في بعض المناطق مثل مدينة الجهرية، كذلك مطار الكويت الدولي، أيضا في شمال البلاد في مزارع العبدلي. متوقع أن تكون الأجواء في هذه الليلة أجواء تميل إلى الحرارة، متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى ما بين 27 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية. أما الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء صحو، رياح شمالية غربية، سرعتها 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت 40 درجة مئوية. أما بالنسبة للرطوبة النسبية متدنية 13%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. مع بداية دخول ساعات صباح الأولى متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى ما بين 28 درجة مئوية في منطقتي الشقاية والسالمي، شمال بلاد في مزارع العبدلي 27 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 31 درجة مئوية. مناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 29 إلى 32 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى متوقعة في نهار يوم الغد قد تصل إلى 49 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، كذلك شمال بلاد في مزارع العبدلي 48 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 49 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 47 درجة مئوية. الجزر الكويتية والمناطق الساحلية متفاوتة ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية، مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:16 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 4:49، موعد أذان المغرب الساعة 6:42 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، السماء صحو بشكل عام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في معظم الأيام، ولكن هناك نشاط نسبي في سرعة الرياح يوم الجمعة، السبت والأحد قد تكون هناك رياح نشطة تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة تؤدي لإثارة الغبار على بعض المناطق المكشوفة، تصل سرعتها إلى 50 يوم السبت، ويوم الأحد 55 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة متفاوتة ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في يوم الجمعة، وقد تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نعود للزملاء في الاستديو.